جبت 250 جرام دقيق حوالي كوبايتين، و150 جرام ميه حوالي ثلث كوبايه، ومعلقه خميره صغيره، ومعلقه ملح. حطيت الملح على الدقيق والخميره على الميه وقلبتهم كويس. جبت العجان ونزلت فيه بالمكونات كلها وعجنتهم تقريبا لمده 10 دقائق، وفي النص رشيت رشه زيت زيتون عشان بيدي طعم حلو للعجينه، وكملت عجن لحد ما وصلت للقوام ده. دهنت بوله زيت زيتون وحطيت فيها العجينه ورشيت عليها شويه زيت وغطيتها وسبتها تخمر لمده ساعه تقريبا. ده كان شكلها بعد ما خمرت. خدتها بالشكل ده وقسمتها اتنين وحطيتهم في طبق وغطيتهم وحطيتهم في الثلاجه. لو عايزه تستخدميها على طول ممكن، لكن الطريقه الايطاليه الاصليه انك تعملي التخمير البطيء، يعني تدخليها الثلاجه على الاقل 24 ساعه، وبعد ما بتطلعيها بتسيبيها توصل لدرجه حراره الغرفه. في حله حطيت قطعه زبده ونزلت عليها بصلصه الطماطم ومعلقه ملح صغيره، وحطيت توابل سيمبلي تيستي. هما مشكورين بعتولي المجموعه بتاعتهم عشان اجربها، وانا في الصلصه دي استخدمت التوابل الايطاليه وبصراحه كانت تحفه، لازم تجربوها. سبتها على النار لحد ما اتسبكت، واهم حاجه نتاكد ان كل الميه اللي فيها نشفت. ده شكل العجينه بعد ما طلعت من الثلاجه ووصلت لدرجه حراره الغرفه. خدي بالك العجينه دي ممكن تفضل في الثلاجه لمده اسبوع. رشيت على البورد رشه سميد وجبت قطعة العجينة وفردتها بإيدي بالشكل ده، وخدي بالك ما ينفعش تفرديها بالنشابة. حطيت معلقتين صلصة وفردتهم بالشكل ده، وهستخدم الموتزاريلا اللي عملتها في الفيديو اللي فات، ممكن ترجعوا تشوفوه لو مشفتهوش. ممكن هنا تستخدمي التوبنج اللي انت عايزاه، انا كان عندي بيبروني وزيتون وريحان. هدخلها فرن سخن على اعلى حرارة من 3-5 دقايق وبس كده. ده كان شكل البيتزا بعد ما خرجت. جربوها هتعجبكم قوي.